مواجهة عنيفة بين لواء التوحيد وجبهة النصرة للسيطرة على أعزاز. بوتين يشكك في نجاح خطة تدمير كيميائي سوريا، ودمشق ستطالب بوقف لإطلاق النار في جنيف 2. بلاد الأرز في قسطل مفقود. الله يساعدنا. شو هيدا؟ أربع ساعات معقولة؟ في الخاص، لبنان يعول على المساعدات الخارجية. لبنان عم بيصير أفقر مع الوقت. في النشرة، حزب الله يستنجد بسكانر لمراقبة مداخل الضاحية. من ارتدادات مصر على غزة، حركة تمرد على حماس. أنا أعتقد أن حماس أخطأت في رؤيتها للوضع في مصر. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. قرقعة على بوابات أعزاز، تتقدم دولة العراق والشام الإسلامية، فيطلب لواء عاصفة الشمال المؤازرة من لواء التوحيد باعتباره العضو المؤسس للإمارة وأحدى المجموعات المقاتلة في محافظة حلب، فتنطلق معارك السيطرة من جديد. ثوار الجبهات المعارضة يقاتل بعضهم بعضا ويصعدون عن محاربة النظام بتقديم خدمات مجانية له. تركيا سيدة الإمارة والعين الساهرة على التهريب إلى داخل سوريا عبر حدودها أقفلت بواباتها بالأمس، لكن ما دامت الحاضنة التركية قادرة على اتخاذ قرار الإقفال، فلماذا شرعت أبواب هواها وسلامتها على مصراعيها وسمحت للفلتان أن يسيطر على حدودها واستعملت زمرة من أعزاز وولتها خطف الناس؟ الصراع عند أول التراب التركي لم يعفي أنقرة من المسؤولية، فما زرعته من تسلل وعبور أسلحة ومقاتلين لن تستطيع اليوم أن ترفض حصاده وتعفي نفسها بمجرد رفع العوازل الحديدية عند معابرها. أما التطمينات المتلاحقة عن وضع المخطوفين اللبنانيين التسعة، فإن الذي أبرق بالأمان لن يكون قادرا على حماية نفسه من القاعدة قبل أن يحمي أسراه. فإذا كان لواء عاصفة الشمال قد طلب الحماية من التوحيد، فأي ضمانات سيمنحها للمخطوفين؟ لبنانيو أعزاز بخير وهم بعيدون من منطقة الاشتباك، لكن لماذا سيبقون رهن الاعتقال؟ وكيف تخاطر تركيا بمواطنيها على الأراضي اللبنانية؟ من قال إنه إذا تأذى لبناني واحد من تسعة أعزاز سوف تظل أنقرة على طمأنينتها حيال مصير المرادين؟ كيميائيا زرع فلاديمير بوتين قلقا جديدا في الخاصرة الأمريكية عندما صرح أنه لم يتأكد له 100% أن سوريا سوف تنجح في تدمير برنامجها من الأسلحة السامة، إلا أنه قال إن أداءها يوحي بالثقة. عملية التفكيك قال فيها الرئيس السوري لمحطة فوكس الأمريكية إنها تحتاج إلى مليار دولار ونحو عام من الزمن لتدميرها. في لبنان تحرك نائب وليد جملاط بين بري وميقاتي، فاتضح أن زيارته هي شكر على تعزية، حيث لا كلام في الوزارات بل يحزنون. وفي طواف مبادرة بري، فإن مساعيها بلغت العمارة حيث جاءها الدعم المر باعتبارها مبادرة لا تتعارض ودعوة سليمان بل مكملة لها، كما أبلغ النائب ميشيل المر وفد كتلة التحرير والتنمية. أما كتلة حزب الله فقد خرجت بموقف معجون بالثوابت، رفض تأليف حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بحسب أحجامها النيابية ولا تتبنى ما أقرته حكومات ما بعد الطائف. إذن لواء التوحيد سيطر على مدينة أعزاز الحدودية التي شهدت معارك عنيفة بين لواء عاصفة الشمال وتنظيم الدولة الإسلامية. وإذا ما صدقت توصيفات المخطوف المحرر عوض إبراهيم، فإن المخطوفين مؤتمن عليهم تركيا وسلامتهم ليست رهنا بمجريات الأحداث في أعزاز. لبيك 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 لبيك
منذ ما يقارب شهرين هكذا احتفى أهالي أعزاز بدولة العراق والشام الإسلامية التي وبعد أشهر من وصولها إلى مدينة أعزاز الحدودية الاستراتيجية أعلنت نياتها الحقيقية. فبعد معارك عنيفة بين لواء عاصفة الشمال ودولة الإسلام في العراق والشام في أعزاز، ناشد لواء عاصفة الشمال لواء التوحيد التدخل بعدما سيطر مقاتلو جبهة النصرة على البلدة وقتل قناصوهم 5 من أفرادها وخطفوا عددا كبيرا منهم وأعلنوا حظر التجول في المدينة. التوحيد بعد هذه المعارك دخل المدينة وفرض فيها التهدئة، وأوضح ناشطون من أعزاز أنه أزيلت حواجز أقامها مقاتلو الدولة الإسلامية بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من المدينة. جاء ذلك فيما يصاغ اتفاق بين الطرفين لحل الخلاف والسيطرة على الأوضاع. أما سبب الاشتباك فهو محاولة التنظيم المتطرف خطف طبيب ألماني يعمل متطوعا في مستشفى خاص بالمدينة الحدودية، كما أن سيطرة التنظيم على أعزاز ستمهد له السيطرة على معبر باب السلامة الحدودي وبسط نفوذه على بقية ريف حلب الشمالي بحسب الناشطين. لكن الحكومة التركية التي لم تدرك أن السحر سينقلب عليها عندما أدخلت هذا العدد الكبير من المتطرفين إلى سوريا سرعان ما حاولت تدارك الوضع وأغلقت معبر أنكوبينار الحدودي المتعارف عليه بمعبر كيليس، فهي لا تريد أن ترى وجودا قويا للقاعدة قرب حدودها. الرأي العام اللبناني يتابع تفاصيل ما يجري في هذه البلدة التي أصبحت تعرف هناك ببلدة المخطوفين اللبنانيين. ففي البدء خشي الأهالي أن تضع القاعدة يدها على المخطوفين لما في ذلك من خطر على حياتهم. المعلومات الأمنية الأولية أكدت أن المخطوفين بخير، تبعها اتصال من المخطوف المحرر عوض إبراهيم بأحد أعضاء اللواء. طمني، قال لي الحمد لله منيح وبعد محل ما صارت المعركة، وقال لي كلهم بخير والله. نحن كنا بأعزاز لما أنتوا كنتوا بعد تكون، وصاروا يقولوا لنا أنه أنتوا موجودين بالجبل أو بمعسكر ما بجبل بعيد شوي هو للواء عاصفة الشمال. بتقدر أنت تتذكر إذا فعلا كنتوا بالجبل أو بهيدا المعسكر؟ يعني بالجبل وبالمعسكر هيدا مزبوط، ونحن كنا موجودين بين حدود تركيا وحدود سوريا. أنا المنطقة بعرفها قبل ما انقطف، أنا رايح جيلة هناك على تركيا على طول، بين الحدودين موجودين. يعني قد ايه بتبعد عن حدود تركيا؟ عشريت لحدود تركيا، من 10 متر. كنتوا تشوفوا تحرك لأتراك برا ولا ما كانوا يخلوكم تظهروا لبرا؟ لا، كنا نشوف أي واحد بده يمرق من المعبر السوري على المعبر التركي، اللي كان ماشي ولا كان بالسيارة شايفين. يعني أنتوا على معبر باب السلامة؟ يعني على معبر باب السلامة، بين المعبر هذا والمعبر هذا بالنص عالشريط. أنتوا ماشي على إيدك اليمين في بستان زيتون، بقلب بستان الزيتون في غرفة وحدة مبينة على الطريق العام نحن قاعدين فيها كلنا. ومقابلكم في مخيم كيليس تاع النازحين؟ مقابلنا مخيم كيليس شايفينه طول النهار، شايفينه وشايفينه. يعني هلات كنتوا قراب؟ عم بقسم بالله قاعدين على الشريط لحدود التركي 10 متر بالضبط بندخل تركيا. وإن استطاع عوض فعلا تحديد المكان الذي احتجزوا فيه فإنه يؤكد أن مكان المخطوفين كان في المنطقة الممتدة بين نقطتي تفتيش البلدين بين معبري كيليس وباب السلامة، وهذه النقطة عادة ما يقطعها الصحفيون بين تركيا وسوريا، حيث تمنع القوات التركية المتمركزة على جانبي الحدود الصحفيين من التقاط الصور. الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن موافقة سوريا على إزالة ترسانتها الكيميائية لا علاقة لها بالتهديدات الأمريكية، ونائب رئيس الوزراء السوري يعلن أن دمشق ستطلب وقفاً لإطلاق النار في جنيف 2. نفى الرئيس السوري بشار الأسد أن تكون سوريا وافقت على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وإزالة ترسانتها من هذه الأسلحة بسبب التهديدات الأمريكية. وفي مقابلة متلفزة أجرتها قناة فوكس نيوز الأمريكية، أكد الأسد أن ليس هناك علاقة مباشرة بين قضية الأسلحة الكيميائية والصراع في سوريا، مشيرا إلى أن عدد الجنود الحكوميين الذين قضوا في هذا الصراع فاق 15,000. نحن لم ننظر إلى الولايات المتحدة أبدا كعدو، ولم ننظر للشعب الأمريكي أبدا كعدو. نحن نريد دائما أن تكون علاقاتنا جيدة مع أي بلد في العالم وفي المقدمة الولايات المتحدة، لأنها دولة عظمى. ليس لدينا مشكلة عندما يكون هناك احترام متبادل. نتعهد بتسليم الأسلحة الكيميائية لأي بلد مستعد للمخاطرة بأخذه، لكن ضبط وتدمير هذه الأسلحة عملية معقدة جدا فنيا، وتحتاج إلى نحو مليار دولار، وتستغرق سنة على الأقل.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني في واشنطن، قال كيري إن بلاده تختلف مع الصين بشأن الرد على الكيميائي السوري. الولايات المتحدة والصين اختلفتا في شكل كبير حول الملف السوري، لكن كل أمل في أن تؤدي بكين دورا مهما في السعي إلى حل دبلوماسي للنزاع السوري. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته أكد في كلمة له في الاجتماع العاشر لمنتدى فالداي الدولي للحوار أن المعدات المستعملة في الهجوم الكيميائي بالغوطة في دمشق بدائية وقديمة، مشيرا إلى أن لدى روسيا جميع الأسس للاعتقاد بأن استعمال الكيميائي كان استفزازا لاستدعاء التدخل الخارجي. استعمال القوة خارج إطار مجلس الأمن ليس وسيلة مقدسة لحل القضايا الدولية الراهنة. لست واثقا 100% من أن الحكومة السورية ستمتثل لاتفاق تدمير الأسلحة الكيميائية، لكن هناك بوادر إيجابية. وفي السياق نفسه قال وزير الدفاع الروسي إنه لا يستبعد مشاركة روسيا في نقل أو إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، مؤكدا أن بلاده لا تخطط في الوقت الحالي لتدمير أسلحة كيميائية سورية على أرضها. ومن جهة أخرى انتقد وزيرا باراك أوباما السابقان للدفاع روبرت غيتس وليون بانيتا نهج الرئيس الأمريكي حيال سوريا، وطلبه من الكونغرس الموافقة على عمل عسكري محتمل. ورأى بانيتا أنه كان على الرئيس تحرك من دون السعي للحصول على موافقة الكونغرس على تدخل محتمل. أما سلفه الجمهوري روبرت غيتس فرأى أن توجيه ضربات أمريكية لسوريا سيعني صب الزيت على نار شديدة التعقيد في الشرق الأوسط. ميدانياً أكدت التنسيقيات المحلية سيطرة الجيش السوري على 60% من منطقة حرستا، وتحديداً على الأحياء الجنوبية والشمالية، فيما تشهد الأحياء الوسطى وامتداداتها باتجاه بساتين دوما عمليات عسكرية للجيش. وفيما أعلنت قوات الجيش سيطرتها الكاملة على شبعة، حاصرت هذه القوات منطقة المليحة في وقت تتقدم قوات الجيش على محور زملكا جوبر. وفي مؤتمر صحفي غير معلن طلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من مجلس الأمن الدولي الاستعداد من أجل التصويت على قرار يلزم سوريا التخلص من سلاحها الكيميائي. على مجلس الأمن الدولي أن يجبر سوريا على احترام خطة تفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، ويعبر بأقوى العبارات الممكنة عن أهمية تحرك تنفيذي ليتخلص العالم من الأسلحة الكيميائية السورية. إن تقرير الأمم المتحدة أعطى أدلة دامغة على تورط الرئيس السوري بشار الأسد في استخدام الكيميائي، والنظام السوري وحده يمتلك الصواريخ التي استخدمت في قصف الغوطة، أما المعارضة فليس لديها نفس نوع الصواريخ التي استخدمت في هذا الهجوم. الشعب السوري ينزح ولبنان يرزح تحت وطأة هذا النزوح. البنك الدولي يفصح عن خسارة كبيرة ولبنان يستعد لجولة جديدة على الدول المانحة. أجراس الإنذار تدق بكل اللغات وفوق كل الصفحات، أرقام كبيرة يفرج عنها البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية. عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 1.3 مليون، أما إجمالي الخسائر فارتفع إلى 7.5 مليار دولار، نسبة النمو إلى تراجع، البطالة إلى ارتفاع، ولصورة أكثر سودادا فقد أضيف إلى 1 مليون لبناني الذين يعيشون تحت خط الفقر 170,000 آخرون. هذه الأرقام سيحملها رئيس الجمهورية معه إلى نيويورك، لكن بحسب مصادر مواكبة لتحضيرات الرحلة فإن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان سيكون تمهيديا وسيغلب عليه الطابع السياسي ولن يكون مناسبة لجمع التبرعات، ما سيحصل في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في جنيف في 30 من الجاري. الحكومة اللبنانية أخذ القرار أنه يجب أن يكون في على طاولة الأمم دراسة معمولة من مصادر موثوق بها لكي تقوم الدول بتحمل مسؤولياتها بمعالجة وإدارة هذه الأزمة، لأن هذه الحياة مسؤولية تتخطى حدود لبنان. لكن هل المجتمع الدولي مستعد لمنح المزيد للبنان؟ في حكي كتير بالمساعدات صارنا سنتين نسمع فيهم، ما عم بيجي شيء مهم. في شك من ناحية المجتمع الدولي حول سوء انفاق المساعدات، وفي شك حول الفساد
بما يخص الإنفاق. من الخيارات المتاحة أمام السلطات اللبنانية لمعالجة المعضلة بحسب البنك الدولي، أولاً الحصول على تمويل من المجتمع الدولي، ثانياً تعديل سياسة الحدود المفتوحة، ثالثاً تحسين فعالية تقديم الخدمات العامة. أما ما باشرت به الحكومة، عم نعمل مسح شامل لكل الأراضي اللبنانية، وين في مؤسسات، وين في أعمال عم يقوموها السوريين محل اللبنانيين، لكي يكون هناك تنظيم أفعل، تنظيم واضح لبوز الموضوع. ومثل ما قلت، إذا بتجي الأموال للمشاريع محددة بتخلق فرص عمل وبترجع بتنشط الاقتصاد، وبنرجع بنمتص هالعمالة اللي عم تروح، هالعمالة اللي عم تروح إلى الشوماج، وبصفي عنا إمكانية بالنتيجة أن نمتص بعض أسباب هذه الأزمة. اليوم الواحد ليلاقي شغل بلبنان كتير صعب، لأنه الاستثمارات قلت، الشركات ما عم توظف، نمو البلد كتير خفيف، يعني هالسنة ألجأ نطلع فوق الصفر، وإذا بقينا هيك سنة الجاية تحت الصفر، البلد بدل ما يكبر مثل كل الدول الطبيعية بالعالم اقتصاديا، البلد عم يضل مثل ما هو أو عم بزم، القطاعات الاقتصادية ما رح فيها تبيع منتجاتها لأن القوة الشرائية عند اللبناني صارت ضعيفة. بإيجاز أكثر، لبنان عم بيصير أفقر مع الوقت. هل اليوم الليرة اللبنانية مهددة من جراء هذا الموضوع؟ الليرة اليوم مش مهددة أبداً، لأفسر ليه. احتياطي مصرف لبنان اليوم بشكل حوالي 40 مليار دولار، بتزيد عليهم 9.2 مليون أونص الذهب. هودي بيقدروا بسهولة مصرف لبنان يدافع عن سعر صرف الليرة، يعني ما حدا اليوم بيقدر يوقف بوج مصرف لبنان ليشلحوا 50 مليار دولار اللي عنده إياهم، مش واردي. وإذا صمدت الليرة فإن المواطن القابع تحت خط الفقر لن يصمد، والفقر صفة مشتركة بين اللبناني المقيم والسوري النازح. سكانر ضخم على مداخل الضاحية لمراقبة أفعل. لم يتضاءل الأمن كما يحدث عادة بعد كل حدث أمني، فالضاحية الجنوبية التي شهدت تفجيري بئر العبد والرويس كثف حزب الله فيها إجراءات الأمن، من حراس ليليين إلى تفتيش مكثف للسيارات، فإقفال لمعظم مداخل الضاحية الفرعية والإبقاء على مداخل قليلة. وآخرها ما لجأ إليه حزب الله هو الاستعانة بآلات سكانر عملاقة على مداخل الضاحية الجنوبية ابتداء من مدخل مارمخايل، حيث على الدراجات النارية ومعظم السيارات الداخلة إلى الضاحية المرور عبرها. وفي اتصال بأحد المسؤولين الأمنيين لسؤاله عن الإجراءات الأمنية المستحدثة، استغرب بداية قائلاً: لا علم لي بالأمر، لكنه أكد من جهة أخرى أن الدولة عاجزة عن توفير مثل هذه الإمكانات. تتابعنا بعد الفاصل شرطة البلدية أدوا إدود. أهلا من جديد. قسطل المياه في أنطلياس يسبب زحمة سير خانقة، والأعمال لن تنجز قبل السبت. من هنا بدأت المشكلة. خط الأنابيب الرئيس الذي يزود مدينة بيروت مياه الشفا من نبع جعيتا تسبب بزحمة سير خانقة على المسلك الغربي من الأوتوستراد عند نقطة جسر أنطلياس. أما الأسباب فتعود إلى أعمال صيانة في هذا الجزء من الأنابيب الذي بدأ العمل بها منذ عام 70، وذلك بسبب تسرب المياه وإحداث بركة كبيرة على هذا الطريق. وعلى الرغم من محاولات قوى الأمن توفير ممرات للسيارات باتجاه بيروت لا سيما عبر الطريق البحرية، إلا أن الزحمة أكلت ساعات من وقت المواطنين. الله يساعدنا، شو هيدا؟ أربع ساعات معقولة؟ كل يوم بنوزع 30 فاتورة، نحن اليوم منا قاعدين فاتورتين استلح حديد هلا. تقريبا شي ساعة من جلد من دبي لهون رايحين المطار، تأخرنا. يعني اللي عنده موعد بعد نص ساعه وبيعلق ساعتين بالعشاء شو بده يعمل؟ يعني عن جد الله يعين لي معه سياره، انا معي موتسيك صار لي نص ساعه بالطريق ما في عم اطلع. صار لي اكثر من ساعه وربع، يعني هلكنا من الكازينو لهون عفرت سحب. حاطه فيروز، منيح اللي بعد في شيء حلو بهالبلد. الاعمال تسير على مدار الساعه باشراف مصلحه مياه بيروت وجبل لبنان، والاصلاحات التي تجري على عمق 3 امتار لن تستكمل قبل ظهر السبت.
72 ساعة تينتهي يفتح السير عليها، و 48 ساعة ليرجع ياخذ مي منطقة بيروت. يعني هذا التسليح بيخلص ب 48 ساعة، بس السير بده 3 أيام. صار لها من امبارح شي ساعة 6 بعد الظهر عم نضخ مي بست طرمبات لحتى نفضي قصر 1200 من المي. بس يخلص هيدا الشغل قصة التصليح حبري ساعات. صار بعد 48 ساعة من امبارح الظهر بيرجع بياخدوا منطقة بيروت مي عادي. وبحسب مصلحة المياه فإن الأنابيب ما زالت صالحة للعمل ولا حاجة إلى تغييرها، خصوصا أن الأعطال تحدث مرة كل بضع سنوات. فيما أكدت وزارة الأشغال أنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة ستباشر بدورها عمليات التسفيت. باسل العريضي، قناة الجديد. الشرطة البلدية في الشويفات تنجح في توقيف أحد كبار مروجي المخدرات على طريق خلدي. هذا المشهد هو إعادة تمثيل لما حدث مساء الأربعاء على طريق الجنوب الدولية في خلدي. تاجر مخدرات يبيع كميات من الكوكايين في هذا المكان قبل أن تنجح دورية تابعة لبلدية شويفات في توقيفه وتسليمه إلى مكتب المخدرات المركزي في بيروت. سيارة عمومي واقفة على جنب الطريق حد الكوب، ومرة من حد منا موتسيك، شفت إيد مدت أخذ حدا شيء من السيارة. حاولت أتأكد من الموضوع، قربت شي 100 متر لقدام، رأبت الموضوع، لقيت كمان سيارة مرسيدس وقفت حد السيارة العمومي وأخذت منه كمان غرض. تأكدت أنه في شيء بالسيارة عم يتبادلوا في شيء. عملنا برمتنا ورجعت سكرت السيارة ونزلنا فتشنا السيارة ولقينا فيها مخدرات. جانا تليفون من المعلم تبعه، خدوا 10,000 دولار واتركوا لي إياه. قلت له منلتقي نحن وياك ببلديتنا بلدية شويفات، وهونيك منتفاوض نحن وياك، تفضل إذا بتحب تشرفنا. سكر الخط أكيد لأنه كان عم يحكيني من لا يوجد رقم مثل ما بيحكي معه. هذا النجاح يسجل لبلدية شويفات كنموذج لقدرة الشرطة البلدية على أن تكون العين الساهرة على الأمن. فجيبوه على مبنى البلدية وجريت معه التحقيقات بمبنى البلدية، ومن بعدها تم تسليمه لمكتب مكافحة المخدرات. قديش كمية تقريبا؟ يعني تقريبا كان حوالي شيء 36 جرام، 36 كيس كوكايين من نوع الكوكايين والأوريين شيء هيك، ومعهم كمان حشيش وما حشيش ممنوعات، يعني المخدرات المعروفة شوية. مروج المخدرات عين نون هو لبناني الجنسية من سكان مدينة شويفات، يجري التحقيق معه في مغفر حبيش لمعرفة الجهات التي يتعامل معها لترويج المخدرات من خلال سجل الهواتف الخلوية التي وجدت معه. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. زار رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، وشكر له التعزية بوفاة والدة النائب جنبلاط. وللغاية ذاتها زار جنبلاط وإرسلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولاحقا رئيس الحكومة المكلف تمام سلام. جددت كتلة الوفاء للمقاومة تأييدها التام لمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الإيجابي من أجل إنجاحها. تؤكد الكتلة أن كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف هي محاولة مرفوضة. أطلع وفد كتلة التحرير والتنمية النائب ميشيل مر على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان بمختلف أوجهها. الرئيس بري رجل وطني وما بيطرح مبادرات من شان يعمل مزايدة سياسية، عم يطرح مبادرة تيوجد حل للأزمة. إذن نحن مع مبادرة الحوار اللي طرحها الرئيس بري. الرئيس بري سياسي كبير ومهنك، من بيقول الخلاصة بدي أعرضها على المرجع الكبير اللي هو رئيس الجمهورية، معناتها مش إنه عم بينافس الرئيس على موضوع الحوار، عم بيكمل
مهمة الرئيس. التقى الوزير وائل أبو فاعور السفير الأمريكي ديفيد هيل الذي بحث معه في تأثير تدفق اللاجئين من سوريا إلى لبنان، وأعلن هيل عقب الزيارة أن بلاده تتطلع إلى بناء شراكات دولية مع لبنان ليس لتلبية متطلبات الأزمة الإنسانية من سوريا فقط، بل أيضا لتعزيز الاقتصاد اللبناني والمؤسسات مثل مؤسسة الجيش اللبناني. احتفالا بذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، أقامت المنظمات الشبابية اليسارية احتفالا في صيدا بمشاركة ممثلي الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ورفع المشاركون أعلام جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وأضاءوا الشموع أحياء للذكرى. قطع أهالي البداوي ووادي النحل الطريق الدولية واعتصموا أمام المدارس الرسمية مطالبين الدولة بإعفائهم من رسوم التسجيل المرتفعة نظرا إلى الأوضاع المعيشية التي يعانونها. ذهبتا إلى فصيلة سور لتبلغا عن سرقة تعرض لها منزلهما، فهدم المنزل لمخالفة بناء. أزالت فصيلة سور في قوى الأمن الداخلي مخالفة بناء قديمة عند خط السكة في مقابل آثار البص بالتعاون مع بلدية سور بناء على قرار قضائي من المدعي العام في الجنوب، ولكن القضية بحسب زينب وابنتها رولا لا تكمن في إزالة المخالفة، إنما في طريقة تعاطي فصيلة سور في تنفيذ القرار القضائي الاستنسابي، إضافة إلى أنها لم تسلم نسخة بالإزالة ولا أي إنذار من الدرك، وإنما استغلت حالة الإبلاغ عن سرقة لتنفيذ القرار القضائي. زلت أنا وبنتي على أساس على المخفر في سرقة صارت حله لنبلغ. قمت أنا كمان قلت لهم يعني هذا البيت لبنتي، قلت لها ليش لبنتي البيت إلي يعني بصراحة، وأنا اللي معمرته بوقت اللي العالم عمرت هون عمرته. بيت بالمخفر الله وكيلك أنا حامل، بيت بالمخفر من الساعة 10 للساعة 5 أنا وماما اللي إحنا جايين جايبين أمر جايين هدوا البيت عيازز. مكان إقامة زينب وابنتها مخالفة بناء واضحة، لكن يبدو أن زينب لا تستند إلى قوة كافية أو دعم سياسي يمنع تنفيذ القرار القضائي، ففي المنطقة مخالفات البناء تعد بالعشرات وبعضها أبنية شاهقة الارتفاع، ولا من يقترب ولا من ينفذ قرارات قضائية، منها حديث العهد ومنها القديم. بعد الفاصل، القوات المصرية تطهر بلدة كرداس من الإرهابيين. أهلا من جديد. الجيش المصري يقتحم بلدة كرداس جنوبي القاهرة لتطهيرها من الإرهابيين، ومعلومات عن دوي انفجار ضخم وإطلاق نار مكثف قرب الشريط الحدودي في مدينة رفح المصرية شمال سيناء. داهمت قوات الجيش المصري بلدة كرداس جنوبي القاهرة، حيث معقل الإسلاميين في إطار قرار وزارة الداخلية المصرية لتطهيرها من ما تصفهم بالإرهابيين. هذا الهجوم الذي تخلله اشتباكات مع عناصر مسلحة اعتلت أسطح المباني وبدأت بإطلاق النار على عناصر الجيش، ما أسفر عن مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج في تبادل لإطلاق النار فور بدء عملية المداهمة. وقال مسؤول أمني إن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين الشرطة والإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على البلدة الواقعة بالقرب من أهرامات الجيزة. وأضاف المسؤول إن الهدف من العملية هو توقيف 140 شخصا مطلوب القبض عليهم والعثور على منفذي مذبحة كرداسة، حيث قتل حوالي 10 من رجال الشرطة في 14 من آب أغسطس الماضي. وفي بيان أصدرته ناشدت وزارة الداخلية قاطني منطقة كرداسة معاونتها في مهمتها وعدم التواجد بمسرح العمليات حرصا على سلامتهم. وبالتزامن مع بدء عملية اقتحام كرداسة، أغلقت السلطات المصرية عددا من خطوط مترو القاهرة لفترة وجيزة إثر الاشتباه في وجود قنبلة تبين في وقت لاحق أنها خالية من أي مواد متفجرة. إغلاق الحدود مع غزة يعيد الحصار إلى نقطة البدء، وحركة تمرد غزية تطالب بإسقاط حماس، تقرير من القطاع للزميل محمد المدهون. هذه إحدى مدرعتين مصريتين يعتليهما جنود ملثمون تجاوزتا لأول مرة السياج الشائك للحدود مع قطاع غزة. هو ملمح واحد لأشياء كثيرة تغيرت على حدود غزة مع مصر التي أغلقت فيها جميع الأنفاق. الجيش المصري هدم من جانبه عشرات المنازل وبدأ حملة تستمر 3 شهور لإنشاء منطقة أمنية عازلة بعمق 500 متر وطول 10 كيلومترات. رصدنا استفزازات من قبل الجنود المصرية، اطلاق بعض الرصاصات على بعض المواقع، رصدنا بعض تسليط الأضواء الكاشفة الكبيرة،
بعض الألفاظ النابية التي تخدش الحياة وأحيانا تتهجم على الدين. أجا سيسي قال أنا إيش بدي أحكم بالضوء الحديد، أجا هنا يحكم بالضوء الحديد، وبقول لك سينا وكل المخربين من قطاع غزة بيستعينوا مع حماس وهيك إشي، فسوى دعاية لسينا وللحدود عساس يدمر الأنفاق. ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي اشتدت الأزمات المعيشية، وتنامت دعوات عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صادرة عن حركة تسمي نفسها تمرد غزة، تدعو الناس للخروج والتظاهر ضد حكم حماس للقطاع في 11 من نوفمبر المقبل. تمرد الغزاوية فتحت قنوات اتصال مع نظيرتها المصرية وتنوي عقد مؤتمرها التأسيسي الأول في القاهرة الشهر المقبل، الأمر الذي يعتبره مراقبون احتضانا من النظام المصري الجديد لها، وتراه حماس مؤامرة عليها. الأجهزة الأمنية ضبطت مجموعات مسلحة، جاءت أموال كثيرة جدا، مبالغ طائلة بألاف الدولارات، تسليح مجموعات عسكرية لاستهداف بعض مؤسسات الحكومة من أجل توجيه ضربة لإسقاط الحكم. طبعا للأسف تفاجأنا أن هناك أجهزة أمنية أو بعض المتنفذين، حتى نكون صادقين ومهنيين، بعض المتنفذين في الأجهزة الأمنية التي تتبع لأجهزة عربية. ولم يتوقف الإعلام المصري عن سوق اتهامات ضد حركة حماس بتدخلها في الشأن المصري الداخلي وتدريب عناصر جهادية مسلحة وتسليمهم ألغاما أرضية. هذه المزاعم رفضتها حركة حماس، لكن عروضا لجناحها العسكري كتائب القسام رفع فيها عناصرها إشارات رابعة العدوية وشعارات الإخوان المسلمين جرى تسويقها على أنها دليل على ذلك. أنا أعتقد أن حماس أخطأت في رؤيتها للوضع في مصر، وتصرفت بعض التصرفات التي فهمت على أنها دعم لحليف الاستراتيجي أو مكون الأساس الإخوان المسلمين. وأنا وإن كانت يعني بعض المحاولات أخيرا قد حدثت في محاولة تجميل الصورة، أنا بعتقد أن حماس بحاجة إلى مزيد من الجهد. تسوء إذن العلاقة بين غزة ومصر، وينعكس ذلك في شكل معاناة جماعية لسكان غزة الذين زادت عدد ساعات انقطاع الكهرباء في بيوتهم، ويقفون لساعات عدة في طوابير جماعية كي يحصلوا على عدة لترات من الوقود، مشاهد تعيد الحصار لمربعه الأول وتذكر بسنوات اشتداده. ما من زلزال سياسي يضرب مصر إلا وتكون له هزاته الارتدادية في غزة، هذا ما يقوله التاريخ وتفرضه الجغرافيا ويؤكده الواقع المعاش. برغم ذلك تبقى لغزة خصوصياتها التي قد تحول دون الانتهاء إلى ذات النتائج. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران لا تريد محاربة أي بلد وأنها تريد السلام ومصادقة دول المنطقة. وفي مقابلة أجرتها قناة NBC الأمريكية وصف روحاني إسرائيل بالمحتلة، مشيرا إلى أنها تمارس الظلم وتسبب عدم استقرار في المنطقة بسياساتها الحربية. وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد على غرار سلفه محمود أحمد نجاد أن محرقة اليهود خرافة، أجاب روحاني: لست مؤرخا، أنا سياسي. وتابع: المهم بالنسبة إلينا هو تقارب الشعوب وقدرتها على تجنب أي تعد أو ظلم. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 20 أيلول 2013، ونبدأ مع النهار. الغرب يتمسك بقرار قوي في مجلس الأمن، بوتين يشكك في إنجاز الاتفاق مع واشنطن، محاولة صامتة جديدة لتخريجة حكومية التحقت بسابقاتها، الاستقرار محور مؤتمر نيويورك وملف رباعي للدعم، الشرطة المصرية سيطرت على كرداسة، والمصرف المركزي رد الوديعة القطرية. ننتقل إلى السفير، وفي عناوينها: بوتين ماذا عن السلاح النووي الإسرائيلي؟ كاري يريد الإلزام، والأسد قد يعفو عن مسلحين. 20 مليار دولار لدى المصارف جاهزة للتسليف. سلامي للسفير، الليرة مستقرة والرواتب مؤمنة. لقاء مع أولاند واجتماع ممكن مع أوباما. روحاني: نزيل توترات مع السعودية. ننتقل إلى الأخبار. قوة من 2000 عنصر لحفظ الأمن في الضاحية. سلام: لا ربط للحكومة بالحوار. سوريا: التحقيق المجتزأ. أما في عناوين الأنوار: جمعيات التجار مهددون بانهيار قريب ومؤشرات مخيفة لخطورة الأزمة. قوى عسكرية مصرية تخوض معركة ضد الإخوان. بوتين: لست متأكدا من نجاح خطة تدمير الكيماوي السوري 100%. الأسد: لتدمر عفوا أمريكا الكيماوية على أرضها. والجيش الحري يشتبك مع مسلحي القاعدة في أعزاز. ننتقل
إلى الديار، وفي عناوينها: السعودية تشعر بصدمة أمريكية وتطلب إبعاد جيفري فيلتمان عن التفاوض، ولا تقبل تكرار تجربة المالكي وإبعاد العلاوي ولا حكم مع حزب الله. 14 آذار اجتمعت كلها في بيت الوسط وتريد حكومة بشروطها. الجميل ينتقد القوات اللبنانية والقوات ترد بمون الرئيس الجميل. أما في عناوين المستقبل: بوتين غير واثق بإقناع الأسد بالتخلي عن الكيميائي، واشنطن تحض مجلس الأمن على التحرك، وباريس ستسلح المعارضة. الهيئات الاقتصادية تضغط لتشكيل الحكومة، وجملات يحرك الملف مع الرؤساء. ووصل حزب الله إلى تهديد دول الخليج. في عناوين البناء: 83 جنسية تحارب في سوريا، وحل الأزمة عنوانه التخلص من الإرهابيين. بوتين الكيماوي استخدم لاستدعاء التدخل الخارجي، ولا أحد يتحدث عن معاقبة المعارضة. حردان يدعو للحوار والكف عن الرهانات. الصراع يحتدم بين العصابات المسلحة، والجيش السوري يواصل التقدم في الغوطة. في عناوين اللواء: الحريري تكرم اللواء في اليوبيل الذهبي. بوتين لا يضمن التزام الأسد، وكاري لقرار ملزم من مجلس الأمن. البنتاغون لتدريب المعارضة والنظام لوقف النار في جنيف 2. سلام في بعبدة غدا، وصيغ الحكومة تتقدم. رسالة روسية إيجابية لدعم الاستقرار، ورهان على التقارب الإيراني السعودي. في البلد: جوجلة تبري إلى بعبدة، وسليمان إلى نيويورك. روحاني لا نسعى لامتلاك السلاح النووي. الجيش المصري يدخل كرداسة لتطهيرها. في الجمهورية: غزل إيراني بالسعودية الصديقة والشقيقة يسبق زيارة روحاني لمكة. تطمين روسي لاستقرار لبنان. بوتين يلوح بالتنصل من الاتفاق الكيماوي. أما في الحياة: الحكومة المصرية ترفض عرضا أوروبيا للوساطة مع الإخوان، وتمنع قياديا بارزا من السفر. تحرير بلدة من مسلحين مؤيدين لمرسي. أكد أن إيران لا ترغب في حيازة سلاح نووي ولا في محاربة أي بلد. روحاني يلتقي أولاند في نيويورك ويمهد لحوار مباشر مع الأمريكيين. وأخيرا مع الشرق الأوسط: قيادي في الجماعة الإسلامية للشرق الأوسط الزمر متوار خشية تنكيل. الأمن المصري يسترد كرداسة من المتشددين. أكد أن القاعدة عمدت للاغتيالات بعد هزيمة مشروعها. وزير الداخلية اليمني: الرياض لعبت الدور الأكبر في دحر الإرهاب. تمنت ألا ينشغل العالم بالضربة العسكرية وينسى معاناة المواطنين. آموس للشرق الأوسط: طلبنا من إيران ضمان حماية موظفينا في سوريا. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين: مواجهات عنيفة بين لواء التوحيد وجبهة النصرة للسيطرة على أعزاز. بوتين يشكك في نجاح خطة تدمير كيميائي سوريا. ودمشق ستطالب بوقف لإطلاق النار في جنيف 2. بلاد الأرز في قسطل مفخوت. الله يساعدنا. شو هيدا؟ أربع ساعات معقولة؟ في الخاص: لبنان يعول على المساعدات الخارجية. لبنان عم بيصير أفقر مع الوقت. في النشرة: حزب الله يستنجد بسكانر لمراقبة مداخل الضاحية. من ارتدادات مصر على غزة حركة تمرد على حماس. أنا أعتقد أن حماس أخطأت في رؤيتها للوضع في مصر. ختام نشرتنا الصباحية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.